قناة موسوعة علوم كامبريدج ترحب بالطلاب وتدعو الجميع للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. لا تنسى اللايك والتعليق بما تريده في الفيديوهات التالية، على أساس اللي احنا نوفرك مادة تعليمية مناسبة ليك. بكم نرتقي، ويلا بينا على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. نشاط 3-4 المقاومة النوعية هو المقاومة الأساسيات. النشاط ده بيعتمد على العلاقة بين المقاومة والمقاومة النوعية، يعني الآر والرو في أشياء جميلة وتكات وفنيات جميلة هتقابلنا، تابع اللي تعرفها في النهاية. مقاومة نسب طردي مع الطول وتناسب عكسي مع المساحة. هيسألني سؤال، اكتب المعادلة اللفظية التي تعرف المقاومة النوعية. اللي هي دي، بس بيقول لي لفظية، يعني قول معنى الكلام ده. يعني تقدر تقول ان المقاومة النوعية بتساوي، ويكتب الالفاظ المقاومة هنا ضرب المساحة على الايه؟ الطول. بس بقى الفرق بين المقاومة اللي هي الار والرو. المقاومة النوعية بتاخد في الحسبان مين؟ مقاومة السلك، مساحة المقطع، طول السلك. يعني اول حاجة نقول ايه؟ المقاومة النوعية اللي هي الرو بتأخذ في الحسبان المقاومة ومساحة المقطع وطول السلك، التلاتة بتأخذهم في الحسبان لتنتج الكمية نفسها، لتنتج الكمية نفسها، يعني بتكون ثابتة. عشان تفهمها، يعني لو قلنا الحديد، مقاومة حديد في مساحة على طول يدي رقم، عرفنا جبنا مقاومة للحديد أخرى مختلفة ومساحة مختلفة، تدي في كل مرة تدي أما نضرب المقاومة في المساحة ونقسمها على طول تدي القيمة نفسها. دي معنى المقاومة النوعية. أما المقاومة فقط فهي خاصة بسلك مفرد. أما المقاومة تبقى خاصة بسلك مفرد، يعني ان ممكن تتغير هذه الايه؟ المقاومة طبعا لطبيعة السلك وطوله ومساحته، وتختلف باختلاف نوعه وطوله ومساحته. لماذا تعتبر المقاومة النوعية خاصية للمادة التي يتكون منها السلك، في حين أن المقاومة لكل وحدة أطوال، يعني R على L، ليست كذلك. أما الرو اللي هي RA على L، يبقى دي خاصية للمادة ودي لا، يعني لأن بتعتمد مقاومة الأسلاك على الطول والمساحة المقطع، لأن مقاومة الأسلاك بتعتمد على الطول ومساحة الإيه؟ المقطع. مقاومة بتعتمد على الطول وعلى مساحة المقطع، في حين المقاومة النوعية ديت هي نفسها لجميع الأسلاك، في حين أن المقاومة النوعية هي نفسها لجميع الإيه؟ الأسلاك. طبعا دي لازم لنفس المادة عند نفس إيه؟ درجة الحرارة.
تمام. يكتب طالب بصورة خاطئة وحدة المقاومة النوعية اوم على متر. الوحدة الصحيحة هي طبعا اوم ضرب متر. ليه؟ الرو بتساوي ار ايه على ال، الار اوم دي متر تربيع على متر، دي بتروح مع دي، يبقى اوم في ايه؟ في متر. ب عبر عن وحدة قياس المقاومة بدلالة الوحدات دي، المتر والامبير والفولت. تحتاج للتعبير اوم الى وحدة بدلالة الايه والفي. طبعا الرو هي ار اي على ال، الار هي الفي على الاي، اي في ال طبعا فولت في متر تربيع على امبير في متر، دي تروح مع دي تبقى ايه؟ فولت في متر في ايه؟ ناقص ايه؟ ناقص واحد. وعاوز هنا المقاومة النوعية بدلالة الوحدات الأساسية للنظام الدولي، الـ A والـ S والـ M والـ KG. يمكن انت لاحظت ان انا سبت الفيديو شوية، كنت بنحاول ان احنا نفكر بطريقة سهلة وسلسة، وصلنا لطريقة جميلة ان شاء الله تعجبك في الحل. هنقول اهو، نقول مثلا الرو، الرو بتساوي ار اي على ال، ركز معايا، الار اللي هي في على اي، هنا ايه؟ ال، والفي احنا دارسينها شغل على كيو او طاقة على كيو، يعني شغل على كيو في الاي في ال في الاي. الشغل بيساوي اف في دي، ودي النيوتن بقيمة النيوتن اهي، يعني كيلو جرام في متر ديت ومتر اهيت، يبقى متر تربيع في اس ناقص اتنين، يبقى دي نعملها كيلو جرام في متر تربيع في اس ناقص اتنين، ودي تروح عادية تدي هنا متر، بقت متر تلاتة، والكيو اي في تي، اي الكيو اي في تي، يبقى اي تربيع تي، يعني ايه تربيع في ثانية، تقوم عتيالي دي متر تربيع كيلو جرام، ادي كيلو جرام متر تكعيب، الاي تطلع فوق يبقى ايه سالب اتنين، والاس السالب واحدة مع ديت يبقى اس السالب تلاتة. دي كده الحل المظبوط. بنأكد تاني، رو ار اي على ال، الار في على اي، والفي دبليو على كيو، والكيو اي في تي، يبقى اي تربيع تي، اي تربيع تي يعني ايه تربيع امبير تمبير في ثانية، والجول جبتها من هنا كيلو جرام في متر تربيع اس ناقص اتنين، اما التكعيب منين؟ هنا في متر، لان دي ال دي متر ودي متر تربيع، متر جت مع التربيع ديت بقت تلاتة كيلو جرام متر تكعيب، ايه ناقص اتنين، اس تطلع فوق اس سالب ايه تلاتة. دي صفر طريقة لتحديد الاتحاد بشكل مضبوط المقاومة على السلك باستخدام الأدوات دي، بطارية ومفتاح ومقاومة وميتغر، بحيث أن تضمن طريقة قراءة الأطوال المختلفة من المنحنى. يجب أن تضمن وصفك زي التجربة العملية، رسم تخطيط الكميات اللي هتخدمها، رسم التمثيل البياني، إجراء احترازي. طبعا انت هتيجي ترسم البطارية مثلا، دي مقاومة مثلا متغيرة،
دي السلك الفلزي، هنا الاميتر، ونوصل ده بفولت اميتر هنا كده، والتيار بيمر بهذا الشكل، ونحاول نرسم رسم بياني نرسم رسم بياني لهذا الشكل اللي انت بتغير وتحسب بتجيب الرو، وتجيب الرو بيبقى عبارة عن الميل، الميل مضروب في باي دي تربيع على 4، تعوض في القانون ده، حيث ان باي دي تربيع على 4 دي بتمثل المساحة او مساحة المقطع، مساحة الايه المقطع، وده اللي هنشوفه ان شاء الله بطريقة ايه عملية في التجارب العملية، وهنشرح هذه التجربة بالتفصيل بإذن الله. من المعروف والشكر الجزير للطلاب الأوفياء، دول الطلاب اللي هم عندهم نوع من الاستمرارية، عندهم نوع من الصبر في التعلم، اللي هم راغبين في تعلم جيد، تعلم جيد، دول الطلاب دول اللي ما بينسوش معانا الاشتراك، ما بينسوش اللايك، المشاركة الفيديوهات حتى تتم المعرفة، اللي بيبدوا دايما بآرائهم لنا على أساس إن احنا نربي جميع رغباتهم.